قال قائل: كيف تبلغ صلاتنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه ورد عند النسائي قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. وهذا يضم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف فقد أرمت يعني بليت؟ قال: فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا الحديث مع هذا الحديث المذكور هنا يدل على أن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها، وليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليه من قريب أنه يسمع تسليم من سلم عليه فتكون له خاصية تختلف عن من بعده.